أيضا عبر الهاتف أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية دكتور ناصر توفيق. دكتور ناصر مساء الخير، أهلا بك معنا في نشرة النهار عبر الإخبارية. بداية يعني دعني أسألك حول يعني كيف يتعرف الأطباء المتخصصون فيما يعني أو كيف يفرقون ما بين المتحورات بعد إجراء الفحص الخاص بكورونا؟ طبعا كما ذكر الدكتور فهد انه صعب كلينيكيا نعرف، فلازم بالمعمل للاسف الشديد اومايكرون لازم نعمل له تحليل جيني ويستغرق تقريبا اسبوعين حتى نعرف نتيجه الاومايكرون، يكون الايمايكرون انتهى واختفى من الجسم. لذلك توجد صعوبه كبيره معرفه الاومايكرون، لكن الدلتا والكورونا بعده انواع، لما نقول الفا وبيتا ودلتا هذا معناته انه تغير كوتو او شكله الخارجي، لذلك يعطي اسامي كوفيد اسامي اخرى. الأومايكرون فقط عن طريق المعمل وبعد أسبوعين إذا شكوا في الأعراض الكلينيكية، لأن كلهم زي ما تسمع الترم بي سي آر اللي هو يضع عن طريق الأنف وثم تذهب إلى المعمل ويطلع في نفس اليوم، لكن أحيانا يدوروا على سيكونس يأخذ يوم واحد، إذا طلع يسموه السيكونس يحولوه لمعمل آخر عشان يعرف الترتيب الجيني، ومن ثم يقدروا يعرفوا أنه أومايكرون. إذا التشخيص المبدئي يعني فقط لمجرد النظر إلى الأعراض ومدى شدتها، لا يستطيع أحد أن يحكم إذا ما كان أوميكرون أو دلتا أو غيره. لا يستطيع أحد، ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ذكر وقال أنه والله أوميكرون دخل، ما كان عندنا دلالات 100%، لكن من تصرف الكلينيكي لأن الواحد يعدي 50 والسرعة في انتشاره نبدأ نشك أنه أوميكرون موجود، يكون بعد أسبوعين حل نجد أنه فعلا أوميكرون دخل. طيب دكتور عفوا دكتور ناصر، يعني هل تتفق مع دكتور فهد أنه هذه الزيادة وهذا الارتفاع الذي يعني تجاوز اليوم حاجز الألف حالة هو طبيعي بالنظر إلى سرعة انتشار هذا المتحور؟ طبعا هو المتحور نوعين، أنا أعتقد أنه النوع الخفيف اللي هو الكوفيد اللي احنا نسميه خفيف الانتشار، وبالاضافه لأوميكرون، لذلك ما احنا قادرين نخربط بين ما احنا قادرين نوضح بين ايهما الاكثر موجود، لكن الحذر في ناحيتين دائما هو الاجتناب عن الاماكن والتكدس الواسع، وضع الكمامه، غسل اليدين بشكل مستمر، تقليل الخروج الى الخارج، قد يسعف. ما لا يسعفنا هو تغير الجو البارد اللي يجعل الفيروسات تعيش بشكل أفضل، لذلك الجو البارد تكثر فيه الإنفلونزا، وفي الجو الحار ما يكون في الإنفلونزا، رغم ذلك في بعض العلماء يقول لك حتى في عز الصيف توقعنا الإنفلونزا تروح لكن كانت موجودة، ربما هناك أشياء جديدة عن كورونا لا نفهمها. ما المطلوب الآن يعني أو ما الذي يفترض أن يقوم به الشخص حالة يعني وجود اي من الاعراض لديه، خصوصا يعني بعد انتشار الان يعني فيروس الانفلونزا بشكل ربما يعني متزايد لدى كثير من الناس، ما هي الاجراءات الاوليه التي يجب ان يقوم بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نجتنب في حال اذا كان رفض الانسان ثوم، فمن هذا المنوال نقول اذا حسيت نفسك مزكمه خفيفه انفلونزا اعتزل 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 الجماعه وخليك حاول في البيت لين ما تحس انه الاعراض كانت خفيفه او ما كانت كورونا بعد التحليل، ثم توجه لعملك او توجه للتجمعات. حافظ على تقويه المناعه بالمعروف دائما فيتامين سي بالمشروبات الزائده، ابتعد عن الناس المزكمين الموجودين حوالينك وان شاء الله يكون كويس. نرجع للتعليمات الاولى اللي هي غسيل اليدين بشكل مستمر، عدم لمس العين والوجه والفم، لبس الماسك بشكل مستمر وتغييره بشكل مستمر، وحفظ المسافه اللي هي الامنه بينك وبين الشخص اللي قدامك وحذرا من الاشياء. طيب هل نستطيع ان نرجع يعني هذه الزياده الاخيره دكتور الى انه يعني تقريبا عدنا بشكل يعني شبه كبير إلى حياتنا الطبيعية، ليس في المملكة فقط ولكن في كثير من دول العالم، فجأة ظهر هذا المتحور والناس لم يعودوا إلى الإجراءات بشكل مباشر، إنما كان هناك يعني ربما تدريج وأيضا يعني توصيات من الجهات ذات العلاقة، هل هذا دور برأيك الآن إذا عدنا ونحن عدنا الآن للإجراءات الاحترازية، هل هذا يسهم في العودة مجددا يعني الإصابات أو تسجيل إصابات قليلة كما كنا في السابق؟ طبعا حسب الكيرف الموجود حاليا انه نسبه التغطيه مفروض في نهايه فبراير للتطعيم للجرعه الثانيه تصل الى 80%. اذا سرعوا الناس بالاخذ وتسجيل الجرعات ويصير زي زمان ما تلاقي مواعيد، تعرف انه سوف ننجح
ونهزم الفيروس. لكن إذا استمرنا على العناد وما نبغى الفاكسين ونتناقش على أساسيات عدم وجود عدوى اللي هي أنك تأخذ تطعيم، نبدأ نتأخر في الوصول إلى الجرعتين ومن ثم كما قال الدكتور فهد الجرعة الثالثة ترى فقط 20% من المجتمع أخذها، وهذا رقم قليل جدا. احنا نبغى نغلق من الناس عشان نوصل للجرعتين 80% ثم نذهب الى الجرعه اللي بعدها باذن واحد الاحد. هذه النسبه تعتبر يعني قليله بالنظر الى ما صدر وما رشح ايضا عن يعني كل الجهات وكل التحذيرات الخاصه بهذا المتحور، يعني نتحدث عن 20% او حوالي 3 مليون تقريبا من تلقوا الجرعه التنشيطيه فقط دكتور. 80% للجرعتين حنصل في فبراير، لكن الجرعه الثالثه ما زلنا في 20% منخفضة، فلا بد من اخذ الجرعة الثانية حتى نصل الى 80%، والانتظار شهرين الى 3 شهور عشان ناخذ الجرعة الثالثة باذن الله. تمنياتنا بالسلامة للجميع، ونشكرك دكتور ناصر على هذه المشاركة معنا في نشرة النهار. الدكتور ناصر توفيق استاذ التخدير والعناية المركزة المساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، شكرا جزيلا لك.